تحياتي لكم جميعا. عايز ابدا الاول شكري لوزاره الدفاع ووزاره الداخليه ووزاره الاتصالات اللي هي بقى لها يومين شغاله معانا بمجهود رائع جدا. ويمكن النهارده انا تابعت غرفه العمليات مع القائمين عليها، بشكرهم على مجهودهم. هم المسؤولين عن الامتحانات، هم عاملين عمل رائع، بشكرهم جميعا. عايز اديكم بس تصحيح لبعض المعلومات اللي احنا قلناها قبل كده، ان كلمه تسريب امتحان معناها ان الامتحان يتسرب قبل بدايه الامتحان. فارجوكم خلونا نشتغل بنفس المصطلحات، ان الامتحان لو اتسرب قبل بدايه الامتحان احنا لازم نلغي الامتحان. الحمد لله ما حصلش ومش هيحصل ان شاء الله. الحاجه الثانيه ان الامتحان بعض الطلاب قدرت تصوره اذا كان في الفيزياء او الجغرافيا، لكن باكد لكم وانتوا كلكم تقدروا تشوفوا المواقع دي، الامتحان طلع بعد 9:30 تقريبا. وبعدين بدات الطلبه بقى تشتكي فين الرد فين الاجابه، وكلها موجوده ومطبوعه عندنا وشايفينها، لان اتمنع تماما وصول اي اجابات للطلاب. عندنا 18 حاله النهارده مسكناهم، حاله واحده في الجغرافيا، و17 حاله مسكناها في الفيزياء، واتمسكوا عقب ان هو محاوله الاتصال او اللي هو الطالب او الطالبه اللي بعتت الامتحان كتصوير. بشكر الملاحظين النهارده كان دورهم رائع، جابوا حالات حوالي 40 حاله. مجرد محاولة الغش أو مجرد إن هو مسك الموبايل أو بطرق الغش العادية، الملاحظين الشرفاء بشكرهم، ليهم دور كويس عندي وليهم تكريم إن شاء الله، لأن دول اللي بذلوا مجهودهم عملوا عملهم بطريقة صحيحة، بشكرهم جدا. إحنا عندنا البيان هنديهولكم اللي فيه كل حاجة عن اللجان وعدد اللجان وعدد الطلبة والحالات اتمسكت فين، هيتوزع عليكم او راح لكم على الايميل، راح على الايميل. استاذه رضوى بتقول ان هو راح لكم على الايميل. ناقص نتكلم بقى على اللغه الانجليزيه. اللغه الانجليزيه احنا عندنا عينه عددها 22455. العينه دي تم تصحيحها ومراجعه نسب النتائج فيها في الاسئله المختلفه. لقينا فعلا ان في سؤالين صعبين، احنا مش ضد حد، احنا بندور على مصلحه الطلاب. بما ان لقينا في صعوبه اعيد توزيع الدرجات على بقيه الاسئله الاخرى، مع الاحتفاظ بحق الطالب اللي مجاوب ان هو ياخد حقه بالكامل، بدليل ان في العينه دي طلع وفي 31 طالب جايبين 50 من 50. 3630 جايبين من 45 ل 49.5، 5095 جايبين من 40 ل 45، 4214 جايبين من 35 ل 40. النتيجة بعد توزيع الدرجات النسبة المئوية بتاعتها 85.1%. ده عمل مشروع الناس بتقوم عليه، الوزير لا يتدخل فيه. هم طول عمرهم بيجيبوا عينات يفحصوها يدرسوها وبعدين يعملوا الشغل بتاعهم وفي الاخر تعرض عليها النتيجه. لا تدخل ليه تماما في هذا العمل. اعمال الامتحانات ليها رئيس عام امتحانات بيقوم بمجهود رائع بشكره عليه. كل غرفه العمليات اللي فيها من الشرطه ومن وزاره الاتصالات والعاملين في غرفة عمليات من الوزارة كلهم بيعملوا عمل رائع وأنا بشكرهم عليه.